تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليين صفحات كتابك، والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. عزيزي المشاهد، اهلا بك في حلقه جديده من برنامجنا فاحصين الكتب، برنامج دراسه الكتاب المقدس. لازلنا في دراستنا لرساله كورنثوس الاولى، وصلنا للجزء الثاني من اصحاح 11. النهارده نتكلم عن عشاء الرب او العشاء الرباني، لماذا وكيف؟ تابعنا في حلقتنا النهارده في هذا الموضوع. لهذا ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق، لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم. في الجزء الجميل ده من كلمة الله، رسول بولس يوضح مرة أخرى أنه التراخي الأخلاقي والإهمال في السلوك اللي ظهر في الكنيسة، واللي باين من أصحاح واحد لحد أصحاح 10، بدأ يؤثر في الترتيب واللياقة في العبادة جوه الكنيسة في الاجتماعات، وأيضا هينعكس بعد كده زي ما هيذكر في الأصحاحات التالية على التعليم. قد إيه الأمر التراخي الأخلاقي اللي ممكن يؤدي إلى عدم اللياقة في العبادة في الاجتماعات وممارسة المواهب، هيؤدي إلى هدم وتقويض أخطر الأساسيات التعليمية. في الجزء الكتابي ده وصل أهل كورنثوس إلى الاستهتار والشرور، أنه أخطأوا في أروع احتفال يجتمع فيه المؤمنين، وهو الاحتفال بذكرى موت المسيح، اللي وصى أنه لابد أنه هذا الاحتفال لابد أن يمارس في الكنيسة لتذكر المسيح حتى مجيئه المرة الثانية. للأسف أهل كورنثوس حولوا الاحتفال ده إلى أمر رديء، يقول لهم اجتماعاتكم مش بتفيد، بتضر. أنا بسمع إن اجتماعاتكم بدأت تسبب ضرر أكثر مما هي تبني، لأني بديت أسمع إنكم لما بتجتمعوا مع بعض كان في عادة في التاريخ بتحصل في أيام الكنيسة في بدايتها، إنه المؤمنين يجتمعوا مع بعض في وليمة محبة، يتعشوا مع بعض، بعد كده يمارسوا عشاء الرب. للأسف بسبب حالة الطفولة الروحية والتردي الأخلاقي اللي وصل لأهل كورنثوس، اتحولت وليمة المحبة اللي فيها بيظهروا المحبة للمسيح بيظهروا المحبة لبعض، تحولت إلى تسابق لمين يأكل أكتر ومين يشرب أكتر. فبقي تلاقي وليمة المحبة خلصت، شوية مؤمنين سكروا ومؤمنين تاني جعانين. إزاي بعد ما بيعملوا كده يجرؤوا أنهم يقتربوا إلى عشاء الرب ويظهروا أنهم بيتذكروا موت المسيح لأجلهم؟ عشان كده الجزء ده الرسول بيقول لهم لا أنا مش بمدحكم. في أول أصحاح بيقول لهم بمدحكم لأنكم خدتوا تعليم مني وحافظين التعليم، لكن المرة دي بقى مش بمدحهم، بالعكس بيوبخهم بقسوة، ويظهر بعد كده أنه الله مش بس زعلان لكن الله هيأدب. في عدد 20 يقول فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب. كان الهدف الظاهر اللي هم بيجتمعوا عشانه لأجل عشاء الرب، ليأكلوا عشاء الرب، بس الحقيقة هو بيقول لهم
ممكن تكونوا بتعترفوا اعترافا شفهيا بتقولوا عن نفسكم انه ده اجتماع عشاء الرب، لكن الحقيقه تقييمي للاجتماع ده وتقييم الرب انه لا هو مش كده، انتوا اجتماعكم غلط للدرجه انه لا استطيع ان اقول انه ده اجتماع لاكل عشاء الرب. وكان عندهم مشكلتين، مشكله وليمه المحبه اللي كانت فيها ممارسات خاطئه زي ما حضرتك قلت، الحاجه الثانيه كان عندهم انشقاقات وبدع مفككاهم. وهم بيجتمعوا لاكل عشاء الرب، هذا الرغيف الواحد اللي زي ما فهمنا عنه من اصحاح 10 انه بيشير الى انهم الكثيرين جسد واحد، هم وهم بياكلوا الرغيف الواحد ده ما بينهم انشقاقات وبدع، فهم مفصولين عن بعض، بيمارسوا شيء لكن حقيقتهم مش صحيحه. عشان كده بيقول لهم مش مهم الممارسه، مش مهم شكلكم بتعملوا ايه، مش مهم بتقولوا ايه، لكن الحقيقه حقيقتكم مش صحيحه ومش مرضيه قدام الرب. لما بيقول تجتمعون ليس للافضل بل للاردأ، ده جرس انذار لينا كلنا. الممارسه المحترمه زي ما بيقول الاخ سامح انها دليل المحبه ما بيننا وبين بعض ومننا للرب، لاننا ما لاحظناش روحها باي روح نؤدي هذه الممارسه، ادت ان هي بدل ما تبقى نافعه اصبحت ضاره. الكلام ده ينطبق على اي حاجه، على ترنيمنا، على درسنا للكتاب، على اي حاجه. لو فقدنا المعنى الحقيقي والروح الحقيقيه التي ينبغي ان نفعل بها ذلك، هنأدي ان احنا نعمل حاجه عكس تماما المفروض من الكلام ده. عشان كده لازم ننتبه. هذه الممارسة سميت إفخارستيا في الكنيسة الأولى وأخذت وضعا يعني جدير إنها تاخده. في الكنيسة الأولى كان لها قيمة عظمى، ولغاية النهاردة على بحسب ما أعلم معظم الكنائس بتديها أهمية خاصة، وهذا حسن. وعرفنا قبل كده إن هذه الممارسة لها كتابيا ثلاث أسماء، يعني هي تسمى إفخارستيا لكن ده مش موجود بحصر اللفظ في الكتاب المقدس، لكنها بكل يقين في شكر، احنا بنجتمع ونشكر، لكن سميت كسر الخبز وسميت مائدة الرب وسميت عشاء الرب. كسر الخبز بكل بساطة نتذكر الذي عمل وماذا عمل، مين هو الشخص العظيم اللي رضي انه يبذل جسده لأجلنا. مائدة الرب بالإضافة إلى هذا بتدينا فكرة ما نشوفهاش في حتة تانية، اللي هي الشركة، نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الرغيف الواحد، في رغيف واحد بكل بساطة بنقتسم فيما بيننا، برهان أو مظهر لوحدة الجسد. عشاء الرب بشوف فيها حاجة تالتة وهي إكرام الشخص، صنعوا له هناك عشاء. علينا عندما نأتي إلى عشاء الرب نضع في بالنا أننا لا نريد إحنا ناخد شيء. طبعا رب لو أكرمنا ربنا هيدينا، مش هنطلع فارغين إطلاقا، مش ده إلهنا، لكن إحنا رايحين أساسا في المقام الأول لكي نصنع له عشاء، لكي نكرمه. كل تفكيرنا في إكرام السيد الحاضر في الاجتماع. من ضمن لخبطتهم في الجزء ده إنه هو يقول لهم بعد لما قال لهم في حين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، يقول لهم لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه، فبدل ما بقي عشاء الرب هو بيقول لهم حالتكم الحقيقة مش عشاء الرب، لكن انتوا كل واحد جاي عشان ياخد عشاء نفسه، فلا خضوع للرب ولا إكرام للرب، لكن كل واحد بيدور على ما هو لنفسه، حالتكم سيئة جدا. وعشان كده يكرر في الجزء ده مرتين لست أمدح، في عدد 17 يقول لهم لست أمدح كونكم تجتمعون، وفي الآخر بيقول ماذا أقول لكم، أأمدحكم على هذا لست أمدحكم، في عدد 22. وده بيظهر عكس تماما الروح اللي المفروض يجوا بيها عشاء الرب. زي ما كان الأخ يوسف بيتكلم مركزية المسيح، نعم مركزية المسيح، المسيح هو الوحيد اللي واخد المكانة في هذا الأمر. صح. هنا واضح جدا مركزية الإنسان، حاجة غريبة جدا، ودول مؤمنين حقيقيين، لكن بسبب الطفولة الروحية والجسدانية أصبح الاجتماع مجال لإظهار الإنسان وبيبحث عن نفسه، زي ما حضرتك قلت دكتور مايكل، بدل ما يكون الأمر العيون جاية كلها متجهة إلى المسيح عشان خاطر يصنعوا هذا الاحتفال الرائع اللي هو إكرام لاسم الرب يسوع. عشان كده أهانوا اسم الرب يسوع إهانة مهولة. وده معنى كلمة تجتمعون ليس للأفضل لكي تكرموا الرب ويكون هو الوحيد المركز، بل للأردأ عندما سلطت الأضواء علينا. أنا أحب ألقي الضوء شوية على ثلاث عبارات جم في عدد 18 و19.
أول عبارة لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة، يعني تجتمعون في الكنيسة. الحاجة الثانية، ما الفارق بين الانشقاقات في عدد 18 والبدع في أصحاح في عدد 19؟ أولا كلمة تجتمعون في الكنيسة لا تعني كما ذهب البعض أن المبنى يسمى الكنيسة، وعشان كده في الإنجليزي in assembly، والمقصود تجتمعون ككنيسة، يعني إحنا بنتقابل مع بعض في بيوتنا، بنزور بعض. ده حاجة تختلف تماما عندما نجتمع كجسد المسيح، نجتمع ككنيسة. ده المقصود بحين تجتمعون في الكنيسة، مش الحيطان هي الكنيسة. ده تسمية ملهاش أي سند في كلمة الله، لأن الحيطان حيطان، ولما يقول المسيح أحب الكنيسة لا تعني أنه أحب حيطان، لكن أحب المؤمنين. كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. دي معنى تجتمعون في الكنيسة. ما الفارق بين الانشقاقات والبدع؟ الانشقاقات، ودي بكل أسف قريناها في أصحاح 2، اختلاف الرأي، يعني أنا عندي رأي وأنت عندك رأي تاني، والأخ سامع عنده رأي ثالث، وهكذا. هذه قد ينتج عنها انشقاقات. أما البدع فمش أنا عندي رأي، لكن أنا مصر على رأيي وبكون حزب عشان يدعمني في رأيي، هذه تسمى بدع. أنا عارف أن في تاريخ الكنيسة البدع أخذت منحى آخر ومعنى آخر، الهرطقات مع أن برضو هرطقات معناها بدع، هيرتكس، لكن المقصود ببدع وهرطقة مش تعاليم كفرية، ما جاش ده معناها في الكتاب المقدس، لكن جيت معناها أن أنا عندي رأي. مش مشكلة أن يكون عندك رأي مختلف عن رأيي، بس أنا عايز أدعم رأيي وأعمل حزب يدعمني. هذه الروح الفاسدة الشريرة اللي تؤدي إلى تقسيم جسد المسيح، هذه تسمى بدعة. وهنا بيقول أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق. لماذا تصدق يا بولس؟ لأن عرفكم جسديين من أصحاح 2 و3. أنا قلت لكم أن أنتوا مش روحيين، أنتوا جسديين أطفال. وأنا لما أسمع أن أطفال بيتعاركم أنا ما بستغربش، لأن الطفولة كده مظهرها كده. لكن بعدين يقول لابد أن يكون بينكم بدع. لابد أن يكون بينكم بدع ليه؟ بتفكرنا باللي جه في متى 18، لابد للعالم من العثرات. طب ليه يا رب لابد؟ عشان أمتحنكم، عشان أشوف أنت هتعمل إيه لما تبقى تقبل تعثر أخوك ولا تمتنع عن أكل اللحم نهائي عشان ما تعسرش أخوك. وماذا إذا حدثت هناك بدع؟ هتنضم لأي فريق؟ لا، الروح مش هينضم لأي فريق، وسيقاوم هذه الروح. عشان كده بيقول ليكون المزكون ظاهرين. تأكيدا لنفس الكلام، كلمة انشقاقات في الكلمة في أصلها معناها التمزيق. أي تمزيق، وده يوضح مدى القساوة اللي ظهرت في قلوب المؤمنين الجسديين، أنهم بيمسكوا جسد يمزقوه، لأن الكنيسة جسد. كمان كلمة مزكون تتقال على المعدن اللي تم اختباره وثبت خلوه من الشوائب. ففعلا لما، عشان كده من ضمن النصائح الضمنية اللي موجودة هنا ان الواحد يحفظ نفسه مزكا وما ينضمش لأي حزب. صحيح. لابد أن يكون بينكم بدع. ليه يا رب؟ بتفكرني باللي جه في سفر اللاويين أصح 14، لما تدخلوا أرض ملككم وجعلت ضربة برص في أحد بيوتكم. اللي جعل ضربة البرص في واحد من البيوت هو الله. لماذا؟ برضو النفس ليكون المزكى. هتعملوا ايه؟ وانا اعتقد اننا في هذه الايام كثيرا ما نمتحن. اوضاع مش صح في كنيسة الله، ماذا سنفعل؟ ده امتحان لي وامتحان لكل مسيحي حقيقي. هنطير مع الضلاليين اللي بيعلموا بالضلال، هنطير وراهم، هبقى سقطت في الامتحان. هتكلم عنهم واعمل قسم وحزب برضو سقط، لكن الروحي حيبان. فهنا ربنا بيسمح بحاجات يعني أحيانا بتكشفنا، بس علينا أننا نلتصق بالرب ونبقى روحيين. لما بيلخبطوا باللخبطة دي يقول لهم تهمة صعبة قوي، تستهينون بكنيسة الله. نعم. يعني لما نفقد، احنا ككنيسة لما بنجتمع غرضنا الرأس والمظهر بتاعنا هو وحدتنا، فلما ننقض الاثنين ده استهانة بكنيسة الله. تقولش بقى انك حاضر الاجتماع، وتقولش انك متعزي، وتقولش الكلام ده كله، لأنك نخط كل شيء من البداية. الحقيقة بالارتباط بتستهينوا كنيسة الله،
ربما يكون المعنى كمان بيحمل انهم بيستهينوا بالفقراء، فكل واحد بياكل وبيشرب وما بيشاركوش اخواتهم، كل واحد مستقلا فبذاته بالاكله. فالحقيقه ممكن افهم انه اي استهانه باي حد في كنيسه الله هو استهانه بكل كنيسه الله. يعني اللي بياكلوا وبيشربوا دول لما بيستهينوا بالاخوه الفقراء، الحقيقه ده استهانه بكل كنيسه الله، لانه عدم احترام لاعضاء في الجسد المسيح. اتعجب ازاي بعد اللي بيعملوه كل ده يجرؤوا ان هم يتقدموا الى العشاء. قعد وسطهم ناس شعرين بالخجل لانهم فقراء، وقعد في كورنثوس ناس جعانين، وقعد ناس شبعانين، وقاعدين ناس سكرانين، وفي شقاقات وفي بدع، وبعد كده رايحين يكسروا خبز عشان يتذكروا موت المسيح ومحبته البازلة المضحية لأجل النفوس. أمر مؤسف تماما. لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسره وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأسة تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. الرسول بولس عاوز يعالج المشكلة اللي ظهرت في اجتماعات كسر الخبز اللي عند إخوة كورنثوس. فالحقيقة عشان يعالجها لم يعطي أوامر جديدة، لكن رجع بيهم للوضع الأصلي الصحيح اللي اتعلمناه من الرب، اللي الرب عمله في الليلة التي أسلم فيها، واللي استلموا الرسول بولس وهو سلمه لهم. علاج الأمور مش باقتراحات جديدة ومش بوسائل جديدة ومش بإلغاء حاجات، لكن بالرجوع إلى ما رسمه لنا الرب، هو ده الرجوع الصحيح، نرجع للشهادة وللمكتوب. فالحقيقة ما قال لهمش حاجة، لكن قال لهم اللي علمه لهم قبل كده ما سلمتكم أيضا، بس خليني أعيده عليكم إن الرجوع لهذا الرسم الصحيح هو اللي يحفظكم من الضلال ومن هذا السلوك الخاطئ اللي أنتوا فيه. الحقيقة في الجزء ده بيرسم الطريقة الصحيحة لكسر الخبز اللي رسمها الرب واللي هو استلمها. خليني من خلالها أقدر أستنتج شوية حاجات. أولا أهمية وقيمة كسر الخبز، يقول لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها إلى آخره. أهميته يتكلم عن حاجتين. الحاجة الأولانية أن الرب بإعلان خاص سلم بولس هذا الأمر، لم يكتفي بأنه يعقده من الأناجيل لأنه بولس ما كانش موجود في الليلة دي، لكن الرب بإعلان خاص زي ما إدى بولس إعلان كيف يبشر بغنى المسيح، كيف يدعو الأمم، إزاي أن كل الأمور اللي تخص الكنيسة، الحق الخاص بالكنيسة، كان من ضمن اللي استلمه انه في كل كنيسة يتعلموا ازاي يكسروا خبز. امر غالي جدا على الرب، وعشان كده كان لابد من تسليمه تسليم خاص. الحاجة التانية انه الرب يسوع لما رسم ده رسمها في الليلة التي اسلم فيها، في الليلة اللي اتخان فيها من كل اللي حواليه، في الليلة اللي العالم اظهر فيها كل كراهيته، في الليلة دي رسم بطريقة ما هذه الفريضة عشان تكون للكنيسة الطريقة اللي عبروا بها عن محبتهم وعن ذكراهم لمحبته. المكونات بسيطة جدا، خبز وكأس، هي المكونات العادية جدا اللي كانت موجودة على أي مائدة، بس بتخصص لهذا الغرض. والخبز والكأس منفصلين، لأنه بعد لما أكلوا كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا، فالخبز والكأس منفصلين إشارة إلى موت الرب يسوع. بيعملوا كده ليه؟ هو يحدد اصنعوا هذا لذكري. فغرض هذا الأمر هو أن نذكر الرب إلى أن يجيء. فيش داعي أن احنا نذكره لما يجي، هنشوفه بالعيان، لكن لغاية لما يجي احنا هذا الأمر بيذكرنا به. تأثير الذكرى دي على المحيطين بينا، تخبرونا بموت الرب إلى أن يجيء، فإننا من خلال هذه الذكرى نخبر الآخرين
إن الرب يسوع مات وإن إحنا بنعمل ده كتذكار لموته. المشتركين مين؟ نفهم المشتركين كانوا مؤمنين، والدليل الجزء اللي جاي إنه بيكلم عن إنه حتى لما مارسوا ممارسات خاطئة في هذا الأمر مش هيدانوا مع العالم لكن هيؤدبوا، فهو بيتكلم عن مؤمنين حقيقيين اغتسلوا بدم المسيح مش هيدانوا لكن يؤدبوا، فبتكلم عن اللي بيشتركوا مؤمنين حقيقيين. مين مسؤول؟ مين رئيس القعدة؟ مين اللي بيقدم؟ الحقيقة من الجزء اللي فات فهمنا حين تجتمعون معا، فبيتكلم عن اجتماع معا، بيكلمش عن شيوخ ولا مسؤولين ولا ناس كبيرة هي اللي بتقدم المايدة دي، لكنه عشاء الرب المدعو له كل كنيسة الله بكل أعضائها. كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزة، تلاميذ لا الأساقفة، كان بولس يومها موجود وبولس موجود لكن تلاميذ. عايز ألقي ضوء على حاجتين، أن الذي تحدث من الرسل في الرسائل عن عشاء الرب بولس فقط. صحيح، هو جه في 7 أماكن، 3 مرات في الأناجيل الإزائية متى مرقس لوقا، ما جاش في يوحنا، جه في أعمال 2 وأعمال 20 مرتين، في كورنثوس الأولى 10 وكورنثوس الأولى 11. وهنا بيقول تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، يعني استلم ليس من بطرس أو يوحنا لكن من الرب شخصيا. لماذا؟ لما نقارن دي باللي جه في أصح 1، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر. التعميد ده مش تخصصي. ليه؟ لأن أنا خادم الكنيسة بحسب كولوسي 1، خادم الكنيسة، الكنيسة التي جعلت أنا بولس لها خادما. ومن ضمن الممارسات الكنسية اللي ما تنفعش أبدا تمارس غير ككنيسة حين تجتمعون في الكنيسة أو ككنيسة، ممارسة كسر الخبز. يبقى إذن كسر الخبز ده ما ينفعش أنه يكون غير في الكنيسة، وبولس خادم الكنيسة فتسلم من الرب. أما المعمودية فهي تخص الملكوت، وعشان كده نلاقي في رسالة بطرس الأولى يتكلم عنها الرسول بطرس، ونلاقي أن بطرس في أعمال 2 هو اللي أمر أن يعتمده، في أعمال 10 هو اللي أمر أن يعتمده. المعمودية شغلة بطرس اللي هو رسول الملكوت اللي بيكلمنا حتى في رسالته عن ابتداء القضاء هو من بيت الله، حكم الله، سلطان الله، ملكوت الله، سيادة الله. يبقى لما نفهم كلمة الله نقدر نفصل كلمة الحق بالاستقامة في خط خاص بالكنيسة، ده خط يخص الرسول بولس، في خط تاني يخص الملكوت أو البيت الكبير، وده خط يخص الرسول بطرس. الجزء الإرناء ده واحد من الشراح يقول كلمة جميلة، قال عامل زي قطعة من الماس غائصة في الوحل. قبلها يحكي عن شرور أهل كورنثوس اللي ظهرت في التشويش وأمور العبادة، وبعد كده فجأة يجيب أغلى حاجة على قلب كل مؤمن حقيقي، وهو القعدة الاحتفال الجميل اللي بيقعد فيه عشان خاطر يتذكر موت المسيح. وورا الجزء ده يبدأ يتكلم عن النتائج المؤلمة للأخطاء اللي في الممارسة، زي ما تفضل دكتور مايكل وقال. ومن ضمن الحاجات اللي تأسر القلب هنا أنه لذكري، لأجلكم، كلمة لأجلكم دي أحلى كلمتين يسمحها أي حد من فم الرب. لأجلي كل واحد فينا وهو قاعد قدام العشاء ويكسر الخبز يقول لأجلي، أنا غالي، أنا غالي جدا، للدرجة أن ابن الله اللي تجسد وافق أنه يكسر جسده لأجلي. لما أخذ خبزا وشكر، يرجع بينا الرسول في الكلمات، كلمة شكر دي جت باسم في اللغة باسم فاعل، فكما لو كان بيقول أنه أخذ الخبز شاكرا، فبيشرح حالة قلب الرب يسوع وهو بيمسك الخبز عشان خاطر يكسره، فهو يفعل هذا بشكر، هو رايح للصليب، رايح يكسر جسده لأجلي وهو شاكرا. قد إيه التكريس العميق اللي موجود في قلب الرب وهو رايح يصنع مشيئة الآب، اللي ظهر في شكره وهو يكسر جسده، يذكرنا من أجل السرور الموضوع أمامه. ده عكس تماما حالة قلب الكورنثيين، هم في حال والمائدة بكل ظروفها ومحتواها وأحوالها
في حال تاني. كلمة أخرى لذكري، كلمة ذكرى دائما مش مجرد تذكر عقلي في الكتاب المقدس، مش مجرد تذكر عقلي، لكن حتى الرب يسوع لما كان بيقول لهم اعملوا خروف الفصح كان يقول لهم تذبحونه وتأكلونه عند العشاء. عايز أقول لهم أنا عايزكم تعيشوا نفس الحدث اللي تم زمان، تذكروه بكل تفاصيله بكل أحاسيسه بكل مشاعره، عيشوا الوضع اللي خرجتوا فيه عشان خاطر يأسر قلوبكم، لأن الذكرى هدفها تتعامل مع قلبي، تتعامل مع قلبي. مازال قلبي مأسور بمحبة هذا الذي كسر جسده لأجلي. لو رجعنا لإرميا 16:7 هنلاقي آية مهمة لها علاقة بموضوعنا، ولا يكسرون خبزا في المناح ليعزوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية عن أب وأم. الحقيقة احنا بنكسر الخبز، والحقيقة احنا بنشرب كأس التعزية أو كأس البركة، لكن زي ما قال إرميا هنا نحن لا نكسر الخبز في المناحة، نحن لسنا في مناحة، احنا بنفتكر موت المسيح حبيبنا اللي مات وقام وصعد وجلس في يمين عرش العظمة في الأعالي. ولا نشرب كأس التعزية عن أب وأم، اللي مات أبوه وأمه إيه كأس التعزية ليه؟ لكن إحنا بالنسبة لينا بنشرب كأس البركة من سيدنا وحبيبنا. فما أسمى هذه الممارسة التي نمارسها في كل أول أسبوع كما نتعلم من أعمال الرسل 20:7؟ تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. زمان كان تفكيري في بساطة أن تخبرون بموت الرب يعني بعد ما خلص كأس الخبز وقلوبنا تشتعل بأن الرب مات من أجلنا نخرج نقول للناس أن في الكلام ده. لكن أعتقد مع التدقيق أكتر ومع القرينة اللي احنا موجودين فيها، هو نفسه كأس الخبز إخبار بأن الرب جاي. يعني لما الناس تشوفنا هم بيعملوا إيه دول؟ دول بيفتكروا واحد مات من أجلهم. فحتى لو في واحد عامي شاف المنظر دوت، إيه التقدير وإيه التقييم اللي موجود عندهم دول؟ دول وهم بيعملوا كده في احترام وتقدير للشخص ده يخبروا بموت الرب. ولحد إمتى؟ لحد أن يأتي. ومن دي بستنتج من حاجة أخ عصام، أن هناك أتقياء سيظلوا يذكرون موت الرب لغاية لما الرب يجي. يعني لن تعدم الكنيسة من أتقياء 2 أو 3، لأن الرب قبل 2 أو 3 يحضر في وسطهم يخبرون بموت الرب إلى أن يجي. التأديب. عندما نقرأ كلمة التأديب في كلمة الله قد نميل إلى التفكير في عملية الضرب أو العقاب، ولكن إذا رجعنا إلى أصل كلمة التأديب في اللغة اليونانية التي كتب بها العهد الجديد سنجدها بايديا، وتعني التهذيب والتدريب والتعليم وليس العقاب. فهي ببساطة تشمل التنمية الذهنية والأخلاقية، والقصد منها هو تنمية الفضائل المسيحية وتصحيح الأخطاء وتقويمها وزيادة القيم والفضيلة. وقد جاءت كلمة التأديب في العهد الجديد 6 مرات في رسالة أفسس الأصحاح 6:4، تيموثاوس 2:16، والـ 16، ثم رسالة العبرانيين 12 والأعداد 5، 7، 8، 11. ومن متابعتها ندرك أن ليس القصد من تأديب الرب هو إنزال العقاب بنا، بل إعادة تشكيل شخصياتنا. وقصد الله أبينا الصالح عندما يشعل ناراً في حياتنا لا لكي يحرقنا، بل لينقينا من الشوائب الروحية في شخصياتنا. فهو في محبته غير المحدودة وحكمته التي لا تخطئ يستطيع أن يخرج القداسة من اللامبالاة، والثبات من الضعف، والنور من النار، وينتج ثمر الروح من خلال عملية التهذيب والتدريب. وهناك 3 ردود أفعال مختلفة عندما نتعرض لتأديب الآب. فئة من المؤمنين تحتقر التأديب وترفضه أو تقاومه، فئة من المؤمنين تخور وتضعف تحته ولا تقدر على تحمل يد الآب المحب الصالحة،
وأخيراً نوعية راقية من أولاد الله يتدربون به فيرتقون روحياً وينمون. فلا يوجد ترقية في مدرسة الله إلا من خلال تدريبات وضغطات الآب المحب، ولا يمكن أن ننشئ تقوى حقيقية إلا من خلال معاملات إلهنا الصالح والحكيم. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي، حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا. إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها. الأعداد العظيمة اللي طارت علينا عندي عليها ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن كسر الخبز يتضمن هذا الثلاثي: تذكار وإخبار وانتظار. بالنسبة للماضي تذكار: اصنعوا هذا لذكري. بنفتكر المسيح طبعا في كل جوانب حياته كقربان الدقيق، لكن بالأكثر موت الرب. ده بالنسبة للماضي. بالنسبة للحاضر زي ما حضرتك قلت من شوية ان احنا علينا مسؤولية ان احنا نخبر، ونفس الممارسة تتضمن هذا الجزء اللي هو كلما أكلتم وشربتم تخبرون. فنحن بهذه الممارسة نخبر، ودي مسؤوليتنا الحاضرة. يبقى في حاجة في الماضي نتذكر الحبيب اللي مات، لكن مسؤوليتنا الحاضرة تخبرون بموت الرب، لكن يتضمن أيضا عنصر آخر وأخير وهو انتظار إلى أن يجيء. ناس كتير عرفهم هم بيكسروا الخبز بيقولوا العبارة ديت: لعل هذه هي آخر مرة نعمل لك إكراما هنا على الأرض، المرة الجاية لما نعمل لك الإكرام يكون في السماء في بيت الآب. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن هذه الممارسة قد تكون إكرام أو إجرام. إكرام إزاي؟ نكرم المسيح. العشاء يتضمن أن احنا جايين نصنع له عشاء، نكرمه في عالم لم يقدره. يعني أتذكر أن ما تعملوش عشاء وأكرموه غير مرة لما كان في بيت عنيا قبل الفصح بستة أيام، يعني يوم الحد اللي قبل الفصح المسيح أكرم في بيت عنيا. جابت مريم منن من طيب ناردين خالص كثير السمن وسكبته على قدميه ومسحت قدميه بشعرها. ده الإكرام، ده اللي مفروض يبقى من كل قديس وهو رايح يصنع الذكرى: أنا رايح أكرم المسيح، أنا رايح أقدم له أغلى ما عندي، أنا رايح أغسل أمسح قدمي بشعره، يعني المجد بتاعي عند قدمي. لكن بالأسف قد يكون إجرام. لا ما تقولش كده، لا أقول كده، مش أنا اللي قلت ده، الكتاب المقدس اللي قال: من يأكل ويشرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. أعتقد ما حدش يحب أنه يتصف بهذه الصفة البشعة الإجرام، لكن لو أكلت دون تقدير ودون تمييز اللي أنا بفعله أنا في الحالة ديت باكل بدون استحقاق وبكون مجرم في جسد الرب ودم. أقدر أقرن أو أباين ما بين الوليمة اللي اتعملت في يوحنا 12 في بيت عنيا، وما بين وليمة برضو في بيت عنيا ووليمة تانية في بيت فريسي. اتعملوا الاثنين دول عشان أقول أوضح برضو فكرة الإجرام. يعني الراجل الفريسي كان عاملها مجرد حاجة اجتماعية كده، منظر، يعني مش معقول المعلم اللي بيكلم كل الناس دول ما يخشش البيت، يخش برضه
وهي يعني بركتها وزي ما بيقولوا مش مقدر قيمة الشخص اللي بيتعامل معه. وكانت النتيجة في النهاية إساءة، لو كان هذا نبي لعرف من مين دي، يعني اتهموا بأنه ما يعرفش. بتشير للقى سبعة حضرتك. لقى سبعة تمام. بالنسبة في لقى عشرة القصة التالية اللي في بيت عني، برضو مارسة دعيته لكن مش هو اللي في قلبها، هي عايزة تبان إن هي عملت حاجة عظيمة، فعملت وعملت وعملت وعملت، فكانت النتيجة إساءة للرب نفسه لما قالت له أما تبالي إن أختي، يعني أنت كأنك مش مقدر، واحدة واحد قال له مش عارف، واحدة قالت له مش مقدر، الاثنين مش قادرين يقدروا هذا الشخص. لكن لما تقدر الشخص، حتى مارسة اللي كانت غلطت قبل كده في الوقت دوت كانت بتخدم شاكرة بشكل مختلف. الحقيقة الجزء الأخير ده في الأصحاح بيتكلم عن المسؤولية الفردية، إن كل واحد وهو بيشترك في كسر الخبز أو في عشاء الرب مسؤول مسؤولية شخصية وفردية. من عدد 17 لعدد 22 كان يتكلم عن فشل جماعي ليهم كجماعة وهم بيكسروا الخبز، وهنا بيتكلم عن فشلهم بشكل فردي ومسؤوليتهم الفردية. والحقيقة أنه إذا لم نكن كأفراد في حالة صحيحة وبنقوم كل واحد شايل شيلته ومتحمل مسؤوليته بشكل صحيح، لما هنجتمع هيبقى وضعنا خاطئ. وهو دي كانت حالة إخوة كورنث، هم كأفراد كانوا كل واحد منهم بحسب تعبير اللي قاله الرسول بولس مجرم، مش مميز ومش ممتحن نفسه ومش حاكم على نفسه، فكان طبيعي جدا إنهم لما يجتمعوا يبقى منظرهم على بعض كان منظر فاشل جدا. تكلم عن المسؤولية الفردية من عدد 27 لعدد 29، عدد 30 لعدد 32 بيقول لهم النتيجة إنكم عملتوا كده إنكم تحت الدينونة، ويتكلم في الجزء ده عن إنهم تحت التأديب، بيؤدبهم الرب بأشد تأديب عشان يرد نفوسهم وعشان يصلحهم. والجزء الأخير بيقول لهم نصايح أخيرة بخصوص الوليمة المحبة اللي بيعملوها عشان تمارس بشكل صحيح. في الجزء الكتابي ده زي ما حضرتك بتقول يا دكتور مايكل، الرب نفسه مد إيده، ودي صعبة جدا جدا إنه ناس منهم يكون عندهم ضعف، وناس يجي لهم أمراض، وناس يركضوا. وطبعا بيتكلم عن الرقاد لأن هم مؤمنين. القسم الأولاني في الرسالة ما تكلمش عن تأديب الرب المباشر ليهم، لكن تكلم عن تأديبات الرسول، إن الرسول أسلم واحد منهم للشيطان. لكن هنا لأن الجرم كان مهول، لأنه في أروع وأقدس وأجمل احتفال المفروض الكنيسة وهي موجودة على الأرض كشاهدة لموت المسيح وقيامته بتمارس العشاء، فهم جم في أقدس وأروع وأجمل احتفال أهانوا الرب يسوع شخصيا، فعشان كده الرب مد إيده. قد إيه الكلام ده تحذير مهول لينا ككنيسة في هذه الأيام. تعبيرين أنا أحب يعني ألفت النظر إليهم لما بيقول إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق، ومرة تاني لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق. كلمة بدون استحقاق البعض فهمها غلط وقال لك أنا يا عمي ما استحقش، أنا غلبان، أنا ضعيف، أنا تعبان، لا مش هأتقدم للمائدة. في الحقيقة لا يتكلم عن الاستحقاق الشخصي، فأي منا ملوش أي استحقاق شخصي، لكن بيتكلم عن الطريقة اللي بيها بمارس هذا العشاء، وعشان كده بالإنجليزي unworthily، يعني أنا بمارس باكل لكن معتبره كأنه رغيف عادي والكاس كأنه كاس عادية. لا، ده أنا لما أكله رغم أننا نؤمن بأن الخبز لم يتحول إلى جسد، لكن بنأكله باعتبار قيمته تقديرنا ليه أنه جسد الرب ودم الرب. بالضبط زي ما واحد قال لو صورة شخص عزيز علي، الصورة ورقة، لكن لو مسكت الورقة بتاعت هذا الشخص العزيز واحد قطعها ومزقها وداس عليها برجلي أزعل، مع أنها ورقة، لا هي ورقة لكنها تحمل صورة الشخص الغالي علي، أبويا أو أمي أو واحد غالي علي ما استحملش فيه كده. هكذا أيضا المادة بيقول هنا عنها أنها كلما أكلتم هذا الخبز، ولا يمكن أنه يكون تحول إلى جسد ويتقال عنه أكلتم هذا الخبز. كونوا أكلتم هذا الخبز يبقى اللي بناكله خبز، لكن يكون مجرما في جسد الرب. المادة خبز والقيمة جسد. والقصة اللي أنا عايز أقولها
مش أنا ما استحقش، لكن الطريقة اللي بمارس بها العشاء طريقة ليس فيها تقدير. الحاجة التانية، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل. كثيرون يمتحنون فيمتنعون، وهذا خطأ، لأنه طب ما هو الامتحان يا إما ساقط يا إما ناجح، فأنا إذا ناجح هتقدم وإذا ساقط أمتنع. الرسول قال لا مش كده، أنت حتى لو ساقط الطريقة لكي تنجح ما أسهلها، عرش النعمة موجود. لما كانوا الكهنة في العهد القديم يدخلوا عشان يبخروا أو يقدموا ذبايح كان في مرحاض يغتسل منها. إحنا برضو عندنا عرش النعمة، نروح للرب نقول له يا رب أنا أخطأت في هذا وفي ذاك، لما أحكم على نفسي لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يعني مش مطلوب مني إني لو سقطت ما تقدمش، لا، ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، بس لازم ما يكونش بدون استحقاق، يعني بعدم تقدير لأن أقدر. عشان كده المعنى إن هو يمتحن نفسه ليرى إذا كان هناك تقديرا في قلبه لهذا الأمر أو عدم تقدير. لو لقي عدم تقدير يتوب عن عدم التقدير ده ويتقدم. أي بالإضافة إلى أن ربما ألاقي في خطية حصلت مني في أثناء الأسبوع، ما أنا من الحد اللي فات، طيب أعمل إيه في الخطية اللي حصلت؟ أعترف بيها، ولما أعترف بيها إن اعترفنا بخطايانا عندنا التأكيد واليقين، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الحقيقة الأعداد من 30 ل 32 وهو بيتكلم عن التأديب بيشرح فكرة جميلة، بيقول إنه إحنا ما حكمناش على نفسنا وكان واجب إن الرب يحكم علينا ويأدبنا، بس بيقول لأننا كان المفروض إن إحنا لو حكمنا على نفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إحنا كمؤمنين الله بيتعامل معنا باعتباره أبونا، فمش هنتحط مع العالم في الدينونة. علاجه لخطايانا وحشتنا وفسادنا، إخوة كورنثوس إحنا عمالين نشوف قد إيه كانوا عندهم خلل روحي في حاجات كتير، سلوكيات خاطئة وتعاليم ملخبطة، كانوا مش مرتبين ترتيب صحيح، لكن بالرغم من ده كله ما بيقولهمش إنكم هتدانوا مع العالم، لكن يقول لهم نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم، إنه تأديبه نابع من محبته إنه بيعملنا معاملة خاصة مش مع العالم. واحد قال تعبير جميل إنه كثيرون يرقدون، إنه هؤلاء المؤمنين اللي أخطأوا يصلحوا للسماء لكنهم لا يصلحوا للشهادة على الأرض، لأنه فكرة صلاحيتهم للسماء مش لأنهم حلوين، لكن لأنهم محتمين في دم المسيح، مؤمنين قيمتهم غالية جدا عند الرب فهياخدهم السماء، لكن للأسف هم غير صالحين إنهم يقدموا شهادة على الأرض فتنتهي شهادتهم على الأرض. يعني أجد فيها تعزية رغم إن الكلام خطير ويخوف، وهو فعلا وكويس لو خوفنا، الأمر يصل إلى الكثيرون يرقدون، بس اللي يعزي نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم، وده بيورينا أن المؤمن عندما يخلص يخلص إلى الأبد، ولا يمكن أن يهلك حتى لو أدى الأمر إلى الموت الجسدي. يا كثيرون يرقدون لن ندان مع العالم. تعبير إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة يأكد على فكرة إن إحنا لازم نخاف، إنه ممكن الاجتماع اللي نروحه يكون سبب في إن إحنا نقع تحت الدينونة، ان احنا نروح بحاله خاطئه ده يوقعنا تحت الدينونه ما يكونش سبب بركه. اجتماعاتنا حساسه جدا وتحتاج الى تعامل باحترام ومخافه للرب شديد. هل معمودية الروح القدس اختبار فردي؟ في ناس بتفتكر ان معمودية الروح القدس ومعمودية النار حاجة واحدة، عشان كده المعمودية تحمل في معناها العملي انه لازم نعيش الوحدة. في ناس يقول لك الوحدة، يفكروا في الوحدة ان كلنا نبقى اسطمبة واحدة. عزيز المشاهد، قال الشاعر الألماني جوتا: لينجح العالم كما ينبغي وليتقدم إلى الدرجة القصوى، لكنه لن يستغني بحال عن الكتاب المقدس، إنه أساس كل نجاح وتهذيب. ولذلك أنا أدعوك إلى هذا البرنامج الذي فيه ندرس كلمة الله فصلا فصلا وآية آية، برنامج فحصين الكتب.